تفضل باشمهندس تفضل. ايه؟ انا بقول اللي هو افضل لما شغال على الكلام. احنا اللعيبه كلها كابتن بتشكر حضرتك عارفين اللعيبه اخر يوم بنشكر الجهاز الفني. احنا عملنا كل اللي احنا نقدر عليه، كان نفسنا نصعد مش كلام بنقوله انشا وخلاص، كان كلنا كنا بنتكلم نفسنا المنتخب ده كان يكمل تاني سنتين او ثلاثه، بس خلاص الوقت بيخلص. انتوا عملتوا كل حاجه معانا واحنا لعيبه كنا بنقدركم جدا وبنحترمكم جدا، وانا شخصيا بتمنى ان مفيش واحد يبقى زعلان مني من الجهاز او العلاج الطبيعي او اي مسؤول واللعيبه كمان. ولو انا النهارده قلت كلمه ضايقت لعيبه او حاجه محدش اتضايق مني، انتوا كلكم اخواتي الصغيرين واخواتي الكبار، كان نفسنا نكسب. ان شاء الله كلنا هنبقى مع بعض في المنتخب الاول ونبتدي نعوض، واحنا الجيل دوت ان شاء الله اللي هنكمل ونبقى فرصه تانية كمان ان احنا مع المنتخب الاول، لسه عندنا كاس عالم ولسه عندنا حاجات. بشكركم على الثلاث سنين كانوا من احسن ثلاث سنين في حياتي، مش كلام وخلاص. وكل الجهاز الفني كان اخواتنا ودايما كان بيضايف معانا، ونشكر الثلاثه الكبار اللي جم معانا قدروا ان هم يساندونا، وهم كانوا نفسهم يوصلوا لحاجه ابعد من كده، بس بقول لهم ما تزعلوش ان شاء الله نعوض في اللي جاي. احنا عملنا كل حاجه وان شاء الله رب يبقى التوفيق معانا الفتره اللي جايه كلنا، واتمنى لكم كلكم التوفيق يا كابتن. حاجه بس قبل الماتش اللي فات قلت لكم ان انتوا جيل اوعى تخسروا بعض عشان خاطر اي نتيجه، اوعى تخسروا بعض كاصحاب بره الملعب وجوه الملعب، الحاجات دي هي اللي بتبقى الكوره مش باقيه، الكوره مش باقيه. احنا هنفضل لحد اخر العمر اصحاب، وانا بتشرف ان انا كنت معاكم. بشكر الكابتن شوقي وجهازه كله واللعيبه على يعني على المساعده اللي هم ساعدوها لنا ان احنا نقدر نقضي الشهر اللي احنا قضيناه مع بعض ده كويس، بنابه عن الشناوي والونش. انا بشكركم جدا جدا، وكان نفسنا ان احنا نساعدكم اكتر من كده، واحنا حسينا ان احنا في الفرقه دي بقالنا كتير، وبتاسف لو حد فينا قصر في اي حاجه. انا مبسوط ان كنت معاك جدا يعني، وان شاء الله ان شاء الله يا كابتن والله يا كابتن يعني ربنا يعلم يعني عشان ما حدش يفهم اي حاجه. يوم ما جينا اتجمعنا وجبنا حجازي وقعد حجازي مع رمضان، كانت كلمة حجاز رمضان لو صعدنا لدور الثمانية انت هتبقى كابتن المنتخب في الماتش ده. وقعدوا بقى ينير الماتش ده ومش الماتش ده، لكن قال له كده في أول مرة وبلغني، قلت له ده موضوع أمر داخلي بينكم وبين بعض، احنا ما احناش طرف فيه خالص. وجالي كابتن حجاز النهاردة وقال لي أنا على رتبتي عايز رمضان يبقى هو الكابتن. كابتن أنا زي ما قلت لحضرتك ودي حاجة أنا بحترمها فيه. احنا كنا جايين من أول يوم جايين نساعد، واحنا ما جايين نخلي نفس الروح اللي موجودة في الفرقة. انتوا كلكم اخوات صغيرين، ممكن لو انا امبارح اتكلمت مع اي حد عشان خاطر اي حاجه يعني معلش برضو سامحني ويستحملني، وانا فخور ان انا كنت معاكم.